السلام عليكم، اهلا فيكم في حلقة تسريبات جديدة. راح نتكلم معكم الآن عن المؤتمر القادم لأبل، وبرضو تسريبات حق الايفون الجديد والايبود الجديد والايباد الجديد والاي او اس الجديد والاشياء اللي نعرفها الحين للسنة هذه اللي بتنزل أبل. راح نتكلم البداية معكم عن المؤتمر. المؤتمر الجاي اللي راح يكون في مارج، اللي هو الشهر الجاي، راح يكون يوم 25. أبل راح تعلن يمكن بعد أسبوعين أو ثلاثة، بداية مارس بيكون عندهم مؤتمر في يوم 25. راح تكلم أبل عن الميزات في الاشتراك الشهري للنيوز، راح تنزل نيوز خاصة فيها تقريبا أخبار ومجلات يمكن ب$10 تقريبا في أمريكا. هنا راح يتكلمون عنها، وبيتكلمون برضو عن خدمة الستريمينج للأفلام. أبل تقريبا رسلت دعوة لكذا فنان وكذا مخرج من هوليوود هنا إنه يحضرون المؤتمر، لأن أبل راح تنافس الحين نتفليكس وهولو وديزني مواقع الستريمينج للأفلام دي، راح تنزل لها ستريمينج خاص فيها. وما أدري كيف راح يكون الأفلام اللي بتنزلها أبل، هل راح تنجح وبتغطي على نتفليكس؟ طبعا هولو تقريبا ما في كثير يعرفونه، لكن نتفليكس لأن هي تقريبا هي التوب الآن في الأفلام في الستريمينج، هل راح تغطي على نتفليكس أو لا؟ راح نشوف قدام. بعض الإشاعات تقول إنه ما راح يعلنون عن ايباد، وبعضهم يقولون راح تعلن عن ايبود ما راح تعلن عن ايباد، فننتظر ونشوف. اذا كانت تعلن عن ايباد طلعت تسريبات الايباد برضو. من مواصفات الايباد، راح الشاشه حقته راح تكون 5 انش ليكويد ريتنا ديسبلاي، نفس اللي موجوده في الايفون 10 ار والايباد برو الجديد، مش اللي في 10 اس وال 10 اس ماكس وال 10، لان ال 10 اس وال 10 اس ماكس وال 10 موجوده فيها الاوليد ديسبلاي، اما ال 10 ار هي الليكويد ريتنا ديسبلاي والايباد برو برضو عليها. وراح يكون عليه المعالج تقريبا A11 بايونيك تقريبا اللي موجود على الايفون 8 والايفون 10 القديم، يعتبر ممتاز للايبود لان الايبود ما راح يستهلك ذيك القوه. والكاميرا حقتها بتكون خلفيه 12 ميجا بكسل، وبيجي معه 6 الوان تقريبا. وهذا الصوره لو انك بتقارن فيها الايبود اللي موجود الان والايبود الجديد لو بينزل، شوفوا كيف الشكل بيكون. وننتقل معكم الحين على الاي او اس 13. الاي او اس 13 ابل تقريبا راح تعلن عن المؤتمر، راح يكون في 7 جون تقريبا، راح يكون نهايه رمضان باسبوع او اسبوعين. طبعا المؤتمر هذا راح يكون عن السوفت وير، ابل تركز السوفت وير، راح تنزل نظام الاي او اس الجديد اللي بيركب على الايفون على الايباد على الايبود، وراح تعلن عن الماك او اس والواتش او اس الموجود على الساعه والماك او اس الموجود على كمبيوتراتهم، وبرضه السوفت وير الجديد لابل تي في والهوم بود، الاشياء دي كلها كل منظوماتها والسوفت وير حقتها الجديده اللي بتنزل. طبعا الاشخاص اللي يتكلمون عن نظام الاي او اس الجديد راح يكون في نقله نوعيه كبيره، نتمنى هذا، ونتمنى الاشياء اللي كنا احنا نتمناها ما سوتها ابل، فيكون محبط النظام الجديد، فمدنا ما نتخيل اشياء كثيره. الشيء اللي نتمناه الحين بالنسبه لي يكون الدارك مود. دارك مود تقريبا ما راح تخسرني شيء أبل تنزلين، طبعا أنا أتمنى تنزل الحين، لكن يمكن ما تنزل الحين لأن دارك مود راح يدعم الشاشات الأمود اللي هو 10S وال 10S ماكس وال 10 R ما راح يدعمها. وميزة دارك مود راح تخلي الجهاز حقك ما يستهلك باتري، ولازم تكون في شاشات الأوليد هي اللي ما تستهلك باتري، لكن إلى الآن أبل عندها شاشات LCD اللي هي في 10R، فما أدري هل السنة دي لو ثلاث الأجهزة اللي هو بتنزل الحين ليوس إلافن والأشياء اللي كلها والتن آر يمكن 2 يمكن يكون الأوليد، لو كانت تن آر أوليد راح تكون أبل كذا خلاص كل أجهزة عندها أوليد كذا، وجب عليها أبل أن تنزل الدارك مود. فالآن أوكي أبي الأوليد، لكن أبل ما أدري هل بتنزل ولا ما تنزلها، فننتظر ونشوف. وبس هذه الاشياء كلها. وطبعا الشهر الجاي بعد في ناس تتكلم انه راح تنزل الايربودز الجديده، تكلمت عنها وتكلمت عن الميزات اللي اتمناها فيه والاشاعات اللي طلعت عنها كلها، لكن في اشاعات جديده انها راح تكون السماعه باللون الجديد اللي هي بلاك، بيدعمون الصوت يعني بيرفعون البوز شوي، ممكن يخلون 5.2 فبيعدلون البلوتوث بيخلونها النسخه الخامسه كذا، بتكون الباتري حق اطول بالوايرلس تشارجنج واشياء خفيفه بتصير فيها، واللون الاسود بتسوي مميز يعني الناس يعرفون انك شريت النسخه الجديده. هذا الاشياء اللي تقريبا بتسوي فيها، راح ننتظر ونشوف الشهر الجاي. وفي نهايه الفيديو راح اتكلم معكم عن الشيء المحبط، اشاعه قويه نزلت تقول ان ابل ما راح تغير المدخل في الايفون الجديد، راح يكون مدخل لايتنينج. طبعا بالنسبه لي مش محبط لان عندي اسلاك كثيره باللايتنينج، ما بي في يوم وليله خلاص ما اقدر استخدمهم، لكن اذا حطيت اليو اس بي سي ما راح اقول لا، اوكي عادي بالنسبه لي. الشيء المحبط الكبير انه في الكرتون الجديد راح يكون فيه السماعه العاديه باللايتنينج ومدخل السلك باللايتنينج ومدخل. الاشخاص يتمنون ان ابل تغيره من زمان، واشخاص انقهروا من ابل ان ابل كده داعمين الشحن السريع ليش للان على 5 واط. هذا البلاك اشاعات قويه ان ابل تقول انه ما راح تغير البلاك هذا، فالايفون الجديد برضه 2019 راح ينزل معاكم بالبلاك هذا ال 5 واط. الحمد لله ان هي الى الان اشاعه يعني ما في شيء مؤكد، ننتظر الايفون الجديد ينزل. تقريبا ما عندش ابل اي عذر الحين،
لان الايباد سويت فيه بلاك جديد 18 واط، يعني نفس الشاحن هذا تقدر تحطينه في علبه الايفون وخلاص تبيعينه. نتمنى انه يكون اشاعه وينزل الايفون الجديد مع الشاحن الجديد بسرعه 18 واط، اقل شيء 18 واط. ابل تقدرين تحطين 25 واط، المعالج الجديد حقش اللي بينزل A13 تقدرين تخليني يدعم 25 واط، 30 واط معالج حقش، وانت تقدرين كاستم حقه وتسوين كل شيء. وبس ان شاء الله ينزل الايفون الجديد الميزات اللي نتمناها احنا. وفي نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تهمني. بليز بليز نشروا المقطع في كل مكان. الفيديو اذا وصل 200 في ساعتين او 3 ساعات او 300 شجعني اني ارجع، حتى لو عندي اي اشغال ارجع واسوي فيديو ثاني عندكم، اشتري اشياء واسوي لكم مراجعه. وبس السلام عليكم.